ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وجوله جديده. النهارده مكان اكتشاف حلو قوي. احنا كده في ممر العتبه، ممر عدلي منصور. ده اسمه ممر عدلي منصور عشان العتبه فيها كذا ممر. محل عبايتي فيه اكبر تشكيله من العبايات الخليجي والسعودي، وعنده كمان اسدالات اسلامي حلوه قوي. الاسدال ب 100 جنيه بس. ايوه ب 100 جنيه، واغلى عبايه ب 280 جنيه. هتشوفوا معايا كل حاجه بالاسعار. في كمان ملابس كاجوال، وفي عبايات سعودي متطرزه، وفي عبايات خليجي، وفي عبايات اقمشه حرير زي ما انتم شايفين. اي حاجه من اللي انتم شايفينها دي كده، دي اغلى عبايه ب 280 جنيه. وعنده كمان عبايات كاجوال، لو مثلا بنوته او حاجه عايزه تلبس عبايه شيك زي كده برده تبقى حلوه قوي. في بقى الوان كتيره جدا، وزي ما قلت لكم الاسعار من اول 100 جنيه الاسدالات، اعلى حاجه في المحل ب 280 جنيه. والاقمشه حلوه قوي، والموديلات والفينش تحفه جدا. كملي معايا الفيديو للاخر، هنشوف كل حاجه بالاسعار وكل حاجه بالموديلات بتاعتها وباسعارها. ما تنسيش بقى تمر حنة باللايك والاشتراك، ومستنيه رايكم الحلو في التعليقات، وهسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت. بصوا حبايبي، هنا العبايه دي حلوه قوي، طبعا منها مقاسات كتير صح، لغايه 5 اكس، لغايه 5 اكس، يعني معاكي من 2 اكس لغايه 5 اكس. حلوه قوي، عامله 280 جنيه بدل 350. طبعا في المحلات بتبقى اغلى من كده، بس هو عامل عليها عروض، لان انتوا عارفين الممر اللي تحت المترو ده وانت رايحه على العتبه كده بيبيع باسعار مخفضه غير بره خالص. هنا كمان العبايه دي عامله 280 جنيه. اي عبايه هوريها لكم متاح منها مقاسات لغايه 5 اكس. بصوا كمان الكم الكلوشه ده حلو قوي، لسه نازل جديد. يعني عندهم بصراحه موديلات حلوه وشيك، مش اي عبايه وخلاص هتلبسيها، لا هتلبسي عبايه مميزه. وكمان عندهم عبايات اللي هي زي بتاعه الامارات ودبي والكلام ده كله. بصوا كمان العبايه دي حلوه قوي لكل الاعمار، برده دي تنفع. بصوا شكلها عامل ازاي، دي برده عامله 280، دي برده عامله 280 جنيه. تعالوا برده نشوف العبايات الجزء اللي هنا، دي 280 برضو اهي، دي برضو تنفع مناسبة، تنفع لو راحة يعني حنة او فرح او حاجة. حلوة قوي، دي برضو عاملة 280 جنيه. دي برضو حبايبي عاملة 280. ده الكم اللي هو جاي كده ضيق من فوق واسع على تحت، كم خليجي. هنا كمان بصوا بقى العباية الملحفة التحفة دي، حلوة قوي، فردها لي كده معلش. بصوا حبايبي كمها عامل ازاي، حلوة جدا اهي. تنفع برضو للمحجبات، جميلة. بصوا بصوا ظهرها كمان من ورا عامل ازاي، عايزة اوريكم الشغل اللي في الظهر. دي اسمها عباية ملحفة برضو ب 280. عايزة اقول لكم ان دي في المحلات ب 550 جنيه. عندهم هنا بجد الاسعار حلوة قوي، 280 جنيه اي عباية زي ما انت عايزة. هنا حلوة قوي برضو. بصوا دي ليها تلبسة. بصوا كمان العباية دي حلوة، اسمها موديل ايه ده. بصوا الكمام عليها برضو شغل جبير من تحت اهو، وهي نظام سوست، عامله زي التونيك كده وليها تلبيسه، يعني تونيك مش تلبسي تحتيها بنطلون، لا هي منها فيها كده اهي زي نظام دريس كده زي ما انت شايفه. في برضو هنا عبايات حلوه اهي، زي ما قلت لكم العبايات كلها ب 280 جنيه بدل 350 وبدل 500 جنيه في المحلات اهي. الاشكال كلها حلوه بصراحه، والمقاسات كلها متاحه. هنا برضو عندهم اشكال حلوه برضو، تعالوا نشوفها. هما اصلا بصوا مسعرين العبايات كلها ب 280، عاملين عروض حلوه لانهم لسه منزلينها. يعني برضو ده حلو قوي، دي برضو ب 280. في برضو الشكل ده، كل العبايات الخليجي بقى اللي لسه نازله جديده. بصوا العبايه دي عليها نظام شراشيب كده من تحت، شكلها شيك قوي. تنفع تلبسيها كده في الصبح، تنفع تلبسيها بالليل، تنفع كمناسبه كده. برضو شكلها حلو، والشغل اللي عليها ده جميل قوي. والعبايه برضو الملحفه اللي انا وريتها لكم حلوه جدا، دي برضو ليها سوسته اهي، وقماشتها عايزه اقول لكم اللي هو الحرير الزبده مش القماش الناشف، جميله جدا، عامله برضو 280 جنيه. هي هنا برضو العبايات اللي هي بقى الناس اللي بتحب العبايه اللي بيبقى فيها الوان اهي، دي برضو عامله 280. برضو كل العبايات نظام حرير كده، حرير داخلها شيفون. دي برضو نظام عبايه زي عبايه فستان كده بكلوشه اهو، شكلها برضو حلو قوي، لو بنوته يعني عايزه تلبس عبايه كده حلوه، تنفع خروج برضو وجميله، تنفع في اي حاجه، برضو ب 280. هنا بقى عندنا عبايات ب 100 جنيه اهي، اسدالات. عنده اسدالات اطفال من سن كام لكام؟
من سن 8 سنين لغاية 14 سنة. حلوة برضو الإسدالات دي، وبتبقى حلوة كمان في رمضان للأطفال. عاملة 100 جنيه، في منها ألوان. بصوا الإسدال بالطرحة بتاعته، بصوا كمان الشكل ده وروا لكم. الشكل ده حلو قوي اهو، بصوا تحفة. وليه طرحة كده منه فيه اهو. في بقى ألوان زي ما انتوا عايزين، النبيتي، الأزرق، كل لون ليه شكل. بصوا كمان الشكل السنوي ده حلو قوي اهو، وروه لكم. ده عامل زي الاشكال اللي هي السناوي كده. ده ب 100 جنيه ومقاساتها على فكره كبيره مش صغيره اهي، من سن 8 سنين لغايه 14 سنه. متاح منها حوالي كام لون. بصوا الالوان عامله ازاي، بصوا الموف، الكشمير اهو، الكشمير ده حلو قوي، البني، الاخضر، الكاكاوي، البترولي، الوان احمر كمان. الالوان دي كلها كل لون ليه رسمه معينه، 100 جنيه. هنا كمان عنده، دي عبايات ولا فساتين؟ دي ايه؟ ازدالات اطفال برضو، حلوة قوي، عاملة 120 جنيه، بس ده شكل تاني اهو، حلو جدا، 120 جنيه. في من برضو منها اللون الكشمير ده حلو قوي، استنى اوريه لكم. بصوا لون الكشمير ده حلو جدا اهو، عاملة برضو 120 جنيه، ده شكل تاني. في برضو منها الالوان دي كلها متاحة. هنا كمان معانا الدريسات دي، دي صوف نظام شتوي كده اهي، عامله كام؟ 250 جنيه اهي، بعد العرض 250 جنيه لانها صوف شتوي تقيله قوي زي ما انتم شايفين كده. حلوه برده، متاح منها الالوان اللي انتم شايفينها دي، الرسمه كلها واحده بس الالوان اهي اهو، حلوه قوي. كشمير بقى والرصاصي والالوان اللي انا وريتها لكم، ده شكله اهو، عامل 250 جنيه. معانا هنا برضو عبايات، كل العبايات اللي عندهم كلها اشكال مختلفة، اكتر من 200 شكل. بصوا دي برضو الناس اللي بتحب العبايات الواسعة اهي، ليها سوست كده من هنا، تصميمها جديد، عاملة 250 جنيه. دي اقل من اللي انا وريتها لكم، 280. في برضو هنا عبايات اهي، بصوا حبايبي هنا اهو، العباية عاملة 250 جنيه، اشكال برضو مختلفة، والكم برضو الشغل اللي عليه مختلف عن 280 شوية، بس هي نفس القماشة اهي، بس كل عباية بينزل عليها عرض اهي، حلوة قوي. هنا برضو معانا الدرس ده حلو جدا، بصوا عامل 250 جنيه اهو، للبنات برضو اللي بتحب الحاجات الكاجوال. دي برضو الوانه كلها الشكل واحد، بس دي الوان. في برضو العبايات 250 اهو، ده اشكالها، بصوا حلوة جدا. في برضو الحاجات دي، ده عامل كام سعره مش باين، ده برضو ب 250 جنيه العبايات اللي هي الالوان. هنا برضو العباية دي حلوة جديدة، بصوا نظام برضو عاملة زي واسع كده على ضيق اهو، شكلها حلو، تنفع عباية في البيت برضو كاستقبال حلوة. بكام العباية الزرقاء دي؟ ده اسدال، ده اسدال عامل كام؟ ده عامل 190 جنيه، منه الوان كتيرة قوي، بصوا الالوان بتاعته كلها اهي، عامل 190 جنيه، حلو جدا. ده اسدال، انا كنت مفكراه عباية بس شكله حلو. معاه كمان الطرحة بتاعته اهي، بصوا طرحته اهي، ب 120 جنيه بالطرحة، والله سعره حلو قوي. هنا كمان معانا الهدوم الكاجوال اهي، عاملة كام بقى دي؟ ده اسدال برضو، ده بكام؟ 190 جنيه برضو، في منه الوان اهي، بصوا اشكال برضو مختلفة. كل دي اسدالات، عنده مجموعة كبيرة جدا من الاسدالات اهو، في كمان الدرجة دي، كل دي درجات حلوة للاسدالات برضو. لو بقى عروسة عايزة تجهز يعني كده، المكان ده حلو قوي. هنا برضو ده فستان ولا اسدال؟ ده اسدال، فستان، دي اسدال. ده بصوا الاسدالات اشكالها احدث موديلات على فكرة، انا بحسبها فساتين. بصوا ده كده اسدال عامل 220 جنيه، قماشته اللي هي القطن التقيلة، يعني ينفع شتاء وينفع صيف وينفع خريفي، وعلى شكل العين دي حلوة قوي. في كمان منه اللون المستردة ده اهو، حلو قوي اللون ده. وفي كمان منه الاسمر اهو، ومنه البترولي، ومنه الزيتي، ومنه الموف اهو، الوان كتيرة جدا، عامل 220 جنيه. في هنا كمان يا حبايبي ب 150 جنيه العبايه اهي، برده قماشتها حرير وفيها كده زي شغل تايجر، برده حلوه قوي، منها فيها مفتوحه بس هي يعني الشغل كده مفتوح كده، جايب بسامبوكسه شكله حلو قوي، وعليها علامه الفرزاتشي اهي، عامله
150 جنيه. برضو في منها اشكال، ام 150 دي اشكال كتيره اهي، هوريها لكم. بصوا الشكل ده اهو، بصوا المكان زحمه. انا ايه على قد ما بقدر كده انا بحاول اوريكم. دي برضو ب 150 جنيه. ده ازدال ولا ده عبايه؟ برضو ازدال، ده شكلهم زي العبايات، حلوين قوي. الازدالات دي طالعه موضه. بتهيالي ده احدث موديلات صح. ده ازدال خروج يا حبايبي، يعني لو حابه تخرجي عامل زي العبايه بالظبط، بس هو ازدال اهو، حلو قوي، هيبقى خفيف معاكي كده عن العبايه كمان. عامل 150 جنيه. في برضو منه الاشكال والالوان اللي انتوا شايفينها دي. هنا برضو عندنا العبايات دي حلوه وسعرها حلو، عامله 190 جنيه، جميله جدا اهي، بدل 250، حلوه قوي برضو. اي عبايه حبايبي بوريها لكم، في منها لغايه 5 اكس اهي. الاسعار هنا عندهم حلوه جدا، انت لو جبتيها من العبايه دي من اي سوق او من العتبه نفسها من جوه العتبه هتلاقيها غاليه. بصوا كمان منها الاسمر الساده ده، حلو قوي. بصوا ده برضو شغل اسمر ساده، لو عايزاها سمره ساده. الحاجات دي بتنفع كده وبتبقى سعرها حلو، حتى لو راحه مشوار، لو راحه اي مكان كده ما تخافيش عليها لانها ما بتبقاش غاليه. دي عامله 190 جنيه. برضو في منها اشكال كتير. في برضو الشغل الساده اهو، بصوا بقى الشغل اللي من تحت ده، شغل السنبوكسات القطيفه ده حلو قوي. بصوا القماشه بتجري مني لان فعلا حرير، حرير حلو مش حرير وحش اهي، جميله. وانا يعني انا اكتريت لبسي عبايات فبفهم في قماشات العبايات كويس قوي. دي عامله كام؟ 190 جنيه، حلوة برضو. في كمان الشكل ده عامل 190. بصوا حبايبي الشكل ده برضو عامل 190 جنيه اهو، حلوة جدا. في منها بقى اشكال، وريه الشكل ده كده. بصوا الشكل ده خلاص سيبي انا، هي واضحة اهي. بصوا حبايبي دي برضو عاملة 190 جنيه، جميلة جدا. ماشي، تعالوا بقى نشوف الملكينات اللي بره كده، اصورها لكم. تمام، هنا كده يا حبايبي دخلت ايه الممر ده اسمه ايه، هنا كده خط عدلي منصور، وانتي راحه كده برضو على العتبه، وفي خط تاني برضو على تروحي على العتبه كده وانتي راحه على الحاج صابر ودرب البرابره والحتت دي. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي على الملكان. دي عامله 280، حلوه برضو. ودي برضو ب 280 اهي، اي واحده من اللي على الملكان زي ما انتوا شايفينها كده اشكالها حلوه، عامله 280 جنيه. هسيب لكم رقم التواصل لو حابه تيجي، او جيتي مثلا من المترو ومش عارفه تيجي الممر هتتصلي عليهم هيوصفوا لك ازاي تيجي. كل الملكانات اهي حلوه قوي. العبايات دي اللي بتتباع ب 400 وب 500 هنا عندهم ب 280 جنيه اهو يا حبايبي. زي ما قلت لكم كده خط عدلي منصور وانت رايحه على العتبه، لاني برده في خط تاني هنا المكان حلو قوي، فيه برده ملابس كاجوال وملابس بنات حريمي كلها اهي، وملابس رجالي. الممر ده كله حاجات حلوه، والمحل اهو يا حبايبي اسمه عبايتي. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، ما تنسينيش بقى بتعليقاتك الحلوه وتقولي لي رايك ايه في كده في الجوله، وكمان ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه والاستاذ صاحب المحل عشان تعرفوه. المحل الحاج حماد. تمام، وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.